السلام عليكم زوار موقع القصبة ويب. اليوم نقدم لكم درس جديد من دروس موقع القصبة ويب، وفي هذا الدرس سنشرح لكم كيفية عمل هارد ريسيت لجهاز سامسونج جالاكسي اس 3 ميني، يعني هذا الهاتف يعني كما تشاهدون معي. سنشرح لكم كيفية عمل هارد ريسيت لهذا الهاتف، يعني كما تشاهد معي سامسونج جالاكسي اس 3 ميني، وهذا هو الإصدار الخاص بهذا الهاتف. يعني كما تشاهدون معي إصدار جي تي اي 8192 ان، يعني هذا هو الإصدار الخاص بالجهاز. أول شيء تقوم به وهو النقر على، يعني الرجوع، الضغط هنا على باراميتر، يعني من هنا من ابس ثم باراميتر ثم الهبوط قليلا الى الاسفل، ستجد هذا الخيار سوفغاردي، تضغط هنا على هذا الخيار، وبعد مباشرة تقوم بالنقر على هذا الخيار، هذا الخيار ريتيبل بارامتر بار ديفو، هذا الخيار، ثم تقوم بالنقر على هذا الخيار، خيار مسح يعني كل القطع، ثم تضغط على سبريمي تو. وبعد يعني قبل القيام بهذه العملية، أنا أنصحكم بإزالة الكارت ميموار الخاصة بالهاتف، يعني قبل أن تقوم بهذا الخيار، يعني قبل أن تقوم بعمل خيار الهارد ريسيت من داخل الهاتف، يعني قم بإزالة يعني كارت، يعني بطاقة الذاكرة الموجودة في الهاتف، لأن جميع المعلومات التي توجد فيها سيتم فتحها، يعني حذفها. يعني هنا تنتظر قليلا إلى أن يتم الانتهاء من حذف يعني جميع المعلومات الموجودة في الهاتف، يعني هنا كما تشاهد معي ننتظر قليلا، يعني كما تشاهد سامسونج جالاكسي اس 3 ميني جي تي اي 8190 ان، يعني هنا تنتظر اشتغال الهاتف. سيأتينا هذا الخيار، أقوم هنا بتحديد اللغة التي أرغب بها، أنا حددت مثلا اللغة الإنجليزية، ثم أضغط على نيكست، ثم هنا نيكست، وهنا يأتيني الويفي، إذا كنت أريد الاتصال بالويفي سأضغط هنا وأضع الكود الخاص بالويفي، إذا كنت لا أرغب بالاتصال سأضغط على اسكيب، ثم هنا الوقت، يعني تعديل الوقت، يعني سأعدل الوقت. اليوم 19 ثم اضغط على سيت، وبعدها اعدل الوقت تايم 100 ثانية صباحا النصف أو الثلث على ما أظن، ثلث ست، ثم أضغط على next، ثم هنا أضغط على skip، وبعد أضغط على now، ثم هنا not now، ثم أزيل هذه العلامة من هنا وكذلك من هنا، وأضغط على هذا الخيار، خيار المواصلة، وهنا أضع الاسم الخاص بي مثلا قصبة ويب، كما تشاهدون معي، ثم أضغط على دون، يعني كما تشاهدون قصبة ويب، وبعدها سيأتينا هذا الخيار، أضغط على finish، يعني بدون أن أعلم على enable is mode setup، يعني أضغط هنا finish مباشرة، يعني كما تشاهدون معي
يعني الهاتف أصبح الآن جاهز للعمل. يعني كنتبين دون نوت شاو أجين، يعني أضغط هنا أوكي، يعني كنتشاهد أمامي. وهذا هاتف الإس 3 ميني بعد أن قمنا بعمل هارد ريسيت له، يعمل الآن بشكل صحيح وعادي. وإلى هنا ينتهي درسنا، موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.